الكبد هو أكبر عضو في الجهاز الهضمي في الإنسان، ويتكون من فصين، الفص الأيمن وهو الأكبر، والفص الأيسر وهو الأصغر. وعند النظر في تشريح الكبد نجد في أسفل الكبد يوجد مكان يسمى البوابة الكبد، وفيه يدخل الشريان الكبدي، وفيه يدخل أيضا الوريد البوابي الآتي من الأمعاء، وهما يكونان محملان بالدم لتصفيته في الكبد. من أهم وظائف الكبد هو التخلص من المواد السامة في الدم، وتكوين المادة الصفراء من المادة الغذائية، وثالثا تحويل وتخزين السكر لحين الحاجة إليه. وهذه الوظائف في الكبد وظائف مهمة جدا، حيث أن هنالك كثير من الوظائف في الكبد لتخليص الجسم من نوع آخر، التخلص من الكريات الدم الحمراء القديمة وتحطيم الميكروبات والنفايات وغير ذلك. عندما يدخل الطعام إلى جوف الإنسان ثم بواسطة الأمعاء يتحول إلى مواد دقيقة جدا، يتوجه إلى الدم الذي يتوجه به في بعضه إلى الكبد. وعندما يتوجه الدم إلى الكبد هنالك تقوم المادة الصفراء تقوم بتكسير ما يأكله الإنسان من دهون، وتحول تلك الدهون وإلى مواد دقيقة جدا، وهذه المواد تسمى في الغالب بروتينات. يقوم الكبد بتخزين البروتينات والدهون والكربوهيدرات وتحويلها إلى سكر أو دهون أو بروتينات. الكبد يحول المواد الغذائية إلى سكر أو دهون أو بروتينات عند الحاجة إليها. وخلايا الكبد تقوم بتنظيم وتخليق وإفراز مواد هامة كثيرة كمواد الصفراء والكوليسترول وأنواع البروتينات بالدم كالألبومين وغيرهم ما عدا الأجسام المضادة. والكبد له أهمية في تخزين مواد المغذية كالنشا الحيواني، هو قناة الصفراء الخارجية من الكبد، وهي تحوي السائل المراري الأخضر وتفرزه في القنوات المرارية، ويخزن في الحويصلة المرارية ليفرز في الأمعاء الصغرى. ويحتوي السائل المراري على الكوليسترول والدهون الفسفورية والبروبين والناتج عن تكسير هيموجلوبين كريات الدم.